من الرياض إلى متابعيها في السعودية والخليج والعالم، تنطلق اليوم من غرفة أخبار العربية نشرة الرابعة ضمن نشرات الأخبار من العاصمة السعودية. يوم تاريخي وجميل في تاريخ العربية، الانطلاق من الرياض. الرياض ستمثل إضافة كبيرة للشبكة العربية. شهور طويلة بنأنا الاستوديو، والآن لدينا غرفة أخبار متكاملة، غرفة أخبار حيوية بأحدث التقنيات. لدينا عشرات الصحفيين والمنتجين المبدعين. أصبحنا أقرب، يمكن هي الكلمة اللي تلخص أهمية أو معنى وجودنا اليوم في الرياض. اليوم قناة العربية تبدأ الخطوة الأولى في مشروع انتقالها إلى السعودية، إلى الرياض تحديدا. تواجدنا اليوم أو وجودنا اليوم في الرياض يجعلنا قريبين من هموم الناس، من قضاياهم، من مشاكلهم. إذن أصبحنا أقرب. السعودية اليوم تشهد زخم إعلامي ضخم من جميع أنحاء العالم، يعني يكاد لا يمر يوم على وكالات الأنباء، على قنوات الأخبار، إلا ونسمع خبر على السعودية، اقتصادياً كان، اجتماعياً، سياسياً أو حتى سياحياً. لذلك لابد إحنا نتواجد اليوم في هذه الورش اللي تقام بشكل يومي وتكتب للتاريخ، عشان ننقل الصورة بشكل أدق وأوضح وأسرع. النجاح اليوم صراحة نجاح عظيم. أنا متأكد ما يمكن نجاح هذا بدون قوتنا، فريق واحد وعائلة واحدة، ونعمل بشكل مسرع مع بعض. وبسبب الروح الجماعية، بسبب العمل المشترك، والأشياء كثيرة. اليوم يوم تاريخي جميل صراحة، وجودنا بالرياض، الرياض مثل إضافة كبيرة لنا. حبيت يعني من قلبي أشكركم على كل ما تقدموا له يوميا. ألف شكر لكم، شكرا جزيلا.